في احلى يمكن من اصحاب الايادي البيضاء اللي بيحاولوا على طول يرسموا البسمه والفرحه على وجوه الاهالي والاطفال، وخصوصا من خلال المبادرات الانسانيه والخيريه اللي بنشوفها دائما موجوده على ارض الواقع لحتى تساعد هدول الناس المحتاجه. اكيد هايدي يمكن ومن سنوات فعليا كانت في ايادي كثير خيره بسوريا ومبادرات انسانيه وجمعيات خيريه. صحيح. فعليا كان نشاط كبير على ارض الواقع، كان دور كثير كبير في مساعدة المجتمع المحلي، وكان في تشاركية كبيرة إن كان في حلب والمحافظات السورية. اليوم عم نخص حلب لنحكي عن مبادرة شهيق وزفير، لنتعرف مع السيد منتصر كيالي على آخر نشاطاتهم، لأنه فعليا عم يحاولوا يكونوا موجودين على كافة البقاع الجغرافية في حلب تحديدا وبكافة المناسبات ليقدموا أبسط وأهم الأشياء للناس. اليوم يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. صباح الخير يا أهلا وسهلا. يسعد صباحك أستاذ منتصر. صباح الفل. بداية يعني يعطيكم العافية، جهود دائما مستمرة، دائما موجودين على أرض الواقع، عم تقدموا خدمات عديدة، مبادرات إنسانية وخيرية. خلينا يمكن آخر نشاط كان لكم بخصوص متلازمة الحب أطفال ذوي الهمم، خلينا نوضح النشاط يلي عم تقوموا للأطفال. صباح الخير يا صباح الخير إخبارية. العمل اللي احنا اللي عاملينه هلا حاليا اخر واحد حيكون لذوي الهمم، هذول اللي احنا بنحبهم ما سنستغني عنهم، حيكون كورس تصميم ازياء. يمكن اول مره بصير بي هذا الشيء، كورس تصميم ازياء لمده تقريبا 3 ايام بتحت المراكز، لمده تقريبا 6 ايام الساعه 12 الساعه 3 و4 تقريبا بيخلصوا الموضوع الكورس التصميم. بعد ما يخلصوا قص بيخلصوا مثلا رسم الى اخره، هذا الموضوع بتحول لموضوع مشغل. هذا المشغل اللي هم صمموه رح يصير ان هم يفصلوا اللبس، يفصلوا كذا، وباخر شيء رح يصير ان ديفيلي العرض الملابس اللي هم صمموه ويطلعوا فيها. هذا الموضوع انا بتوقع يعني ما حدا عمله بتوقع بسوريا ابدا، وشيء نوعا ما شيء اولي نوعا ما. يعطيكم الف عافيه. فعليا شو الهدف الاساسي من هيدا الكورس وهذا هي الفكره؟ شو الرساله اللي حابين تقدموها من خلال هي التحضيرات؟ لانه فعليا بكل عمل عم تقوموا فيه في رساله هادفه اليوم عم نلمسها. هلا اكيد الرساله هي اكيد واضحه كثير كثير كثير، نحن هذول الاطفال موجودين على الواقع، موجودين على الارض، عندهم امكانيات، عندهم مهارات بصراحه رائعه، مهارات يعني عندهم مهارات لحياه، لازم يعتمدوا على نفسهم، لازم يساعدوا يكونوا اعضاء اعضاء فاعلين بالمجتمع، لازم تتعلموا مهارات البيع، مهارات الشراء، مهارات كثير مهارات بصراحه مميزه. على سبيل المثال مهارات موضوع التصميم، يعني هي ما بعرف هذا الشيء يعني احنا بنسعى فيه عشان الموضوع يدخلوا بسوق العمل، لان اذا دخلوا على سوق العمل عندنا معناتها اشخاص قادرين، عملنا حولنا من شخص عنده يعني ما لازم موضوع عنده عن خلل وراثي لانسان طبيعي. هذا الشيء صراحة أنا بسعى له بيني وبينك، يعني بالأخير هن صراحة ذوي الهمم هن أشخاص طيبين من جوا، عندهم شيء بالفطرة، هذا الشيء الحلو، فبنحاول نحن دوما نسلط الضوء عليه نوعا ما. أكيد يعني من خلال نشاطاتكم عم نلاحظ إنه على طول عم تركزوا على فئة الأطفال، ومن خلال الكورس يلي ذكرته حضرتك عم تركزوا على أطفال ذوي الهمم. طيب في أعمار معينة، في شروط مطلوبة لحتى يدخل الطفل بهذا الكورس؟ هلا اكيد حيكون هو وصل لمرحله مهنيه، اللي هو تعرف الاطفال ذوي الهمم عندهم اخر مرحله في مرحله مهنيه. فمرحله المهني هذا معناتها الطفل خلص يعني عنده قدره على النطق، عنده قدره على التعامل مع الاخرين، عنده قدره في الاستيعاب، عنده قدره مثلا يعرف يميز بين لون ولون، يعرف هذا الشيء صح هذا الشيء غلط، فهمت علي شلون؟ يعني هذا الموضوع كثير مهم، تعزيز الثقه بالنفس يعني خلال التعليم كثير مهم صراحه، تطبيق يعني تطبيق هذا بالذات. حابين احنا هذول الاطفال بالذات يكونوا مثلا عندهم خبره بهالموضوع بالذات عشان يكونوا فعالين بالمجتمع. هي نقطة كثير مهمة وجميلة اليوم يمكن عم نركز عليها، انه فعليا الطفل لو هو من ذوي الاحتياجات الخاصة فعليا فيكون له دور فعال بالمجتمع، وفيكون فعليا شخص منتج. وهي رسالة لكل الأهالي اللي عم يتابعونا، اللي عنده طفل عنده مشكلة خاصة لازم ما يخبوا، يعتزوا فيه ويفتخروا فيه،
فعليا ويحاولوا يستثمروا باي مهاره ممكن تكون عنده فعليا يكون شخص منتج. خلينا نحكي عن اذا بدنا نحكي عن مبادره شهيق وزفير، انتم من البدايه عم تحاولوا تكونوا موجودين على الارض، عم تستثمروا كل الفعاليات والنشاطات، وعم نتعرض فعليا لازمات كثيره، عم تحاولوا تكونوا موجودين على الارض. شو العقبات اللي بتواجهكم اليوم في ظل فعليا الضغوطات الاقتصاديه والماديه اللي عم تواجه الكل؟ انا بصراحه مره في كبير وبينك، احنا بدايه عملنا نحن كان عملنا نحن تدرس في موضوع الكورونا، تامين اسطوانة اوكسجين للناس، تامين كذا 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 الى اخره. كنا الحمد لله يعني اخذنا يعني تقدير حلو السيد وزير الصحه ووزير الشؤون على عملنا اللي كان بصراحه بيني وبينك كان صعب علينا كثير صعب. اكيد في شغلات كثير اشتغلنا عليها، موضوع الزلزال، موضوع استجابه، موضوع الابصار الى اخره. هلا انا ما بفكر بصراحه انا يعني العقبات اللي عم تجينا ما هي موضوع مادي، يعني هي بحكيها بشفافيه مطلقه، لاني بالاخير نحن مبادره اهليه، ملنا تمويل حكومي ولا تمويل خارجي، نحن داخلي اهلي عم بصير هذا الموضوع عن طريق اصحاب الخير، اصحاب الفعاليات الاقتصاديه، اصحاب ناس عندهم 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 حب الخير، لاني بصراحه بلدنا دوما نحن بعيد بقول اكثر من مره، بلدنا هي سوريا، سوريا الخير، اكيد بتعطي اكثر واكثر. هذا الموضوع المادي نحن بصراحه بنفتقده نوعا ما، لاني جدا جدا مهم. فيعني اي حدا هالفتره هي بالذات خل العمل بالذات يكون في عنده دعم مادي. هذا الموضوع شوي نوعا ما نحن عم نحاول يعني نلاقي طريقه معينه عشان نكون قادرين عن فيها الموضوع بالذات. طيب خلينا نحكي فعليا شو النشاطات اللي عم تحضروا لها بعد هي الخطوه تحديدا؟ هلا الصراحه في خطوات كثيره بيني وبينك، من ضمنها هي رح تكون كمان كورس جديد. انا دوما غايتي هذا الموضوع بالذات اللي انا عامل له جديد للاطفال هذول، حيكون كورس شيف مطعم. ما بعرف هذا كمان اول مره بصير بسوريا ان الشيف مطعم يكون هو هذا الطفل قادر بكره بالمستقبل في حال مثلا احنا اكيد رح يصير في عندنا كافيه خاصه للاطفال مثل الشام، يكون عنده قدره يعمل مثلا عصاير، يعمل مثلا سموزي، يعمل مثلا شغلات سلطات خفيفه كذا كذا الى اخره، نعلمه هذا الشيء. انا بصراحه كمان هذا الكورس حيكون كمان على مستوى بيعاون احدى الجهات العامه، حيكون موجود ان شاء الله يا رب نكون احنا نقدر نعمل شيء للاطفال بالذات، لاني انا بالاخير بحاول اطعمهم بصيغه حلوه عشان الناس تتقبل هذا الموضوع، لاني للاسف فيني وبينك لهلا في عندك نظره مجتمعيه هذا الطفل، ما بعض الاحيان عندك ان هذا الطفل ما بنتج، هذا الطفل مثلا عنده معوقات معينه، فانا بحاول اضوي هالموضوع عليه عشان يكون انسان فاعل بالمجتمع. تمام استاذ منتصر، قبل ما نختم مع حضرتك، يعني سمعنا انه في بعد الكورس التصميم رح يكون في مثل حفل فني او عرض فني، شو صحه هذا الموضوع؟ ايمت رح يكون وشو رح يضمن؟ تمام هلا هو الموضوع بعد ما نخلص نحن الكورس التصميم رح يدخلوا على المعمل يقصوا يضبطوا التيشيرتات، يضبطوا اللبس تبعهم، رح يصير بفيلي، يصير كمان حفل فني، يعرضوا منتجاتهم هن عشان الناس تشوف ايش عم يساووا، طبعا بالاضافه الى وجود مثلا فقرات فنيه للاطفال، حفل صغير غنائي نوعا ما، عشان حسسهم بالفرحه وحسسهم ان هن اشخاص عم ينتجوا عشان بالاخير ياخذوا شيء حلو. طبعا في كمان بالاخير احلى عارضه اشتغلت على الموضوع عليه بالذات، في تكريم لهم، يعني ما في احلى من انك تزرعي هذا الفرحه بقلوبهم، لانه انت عم تزرعيها بطريقه ايجابيه. صحيح. هي الكارما، هي خلينا نسميها ان هدول اشخاص عندهم ادراك، فانت كل ما زرعتي كل ما اخذتي اكثر واكثر. يعطيك الف عافيه، يمكن هي الفرحه وهي اللمعه بعيون هي الاطفال اللي بتمنحكم الشغف والاستمراريه رغم الظروف الصعبه اللي عم تمروا فيها واللي عم يمر فيها الكل. كلمه اخيره سيد منتصر بتحب توجهها لكل الشباب اللي معكم، نحن بنعرف انه انتم مبادره اهليه تطوعيه عم تحاولوا تستثمروا يمكن جميع الطاقات الموجوده عندكم لتشتغلوا ابسط الاشياء للناس ان كانوا اهم، يعني اي مبادره او اي فعاليه عم تحاولوا تكونوا موجودين فيها، اي فعليا مناسبه عم تحاولوا تكونوا موجودين فيها، مرينا بظروف وكوارث كثير كنتوا موجودين على الارض، فتحيه لكم ولكل الشباب اللي عم يشتغل معكم. كلمه اخيره للكل اذا حابب توجهها. كلمه اخيره بقول اي حدا عنده قدره او عنده مشروع صغير ما يوقف عنده، يشتغل. المشروع ببلش بفكره صغيره، احنا بلشنا بهاشتاج شهيق وزفير، هلا حاليا اشتغلنا بكثير امور
كثير فعاليات، كثير فعاليات حلوه. اي حدا عنده قدره يشتغل، ونحن بر مفتوح لكل المتطوعين. اي حدا عنده امكانيه سواء بدنيه او صحيه او اي شيء، احنا جاهزين. في شغله اضافه صغيره حقول لك اياها، احنا هلا حاليا نعمل شيء اسمه حمله لموضوع الدواء، نعطي دواء لاي حدا محتاج. هذه الادويه المزمنه لناس بحاجه صراحه، في الضغط، ادويه قلب الى اخره. فنحن هلا حاليا نعمل حمله مع فريقنا عشان توزيع الادويه لاي حدا محتاج. دق الباب علينا بقول له اهلا وسهلا. اكيد لاني هلا بالخير. اكيد اكيد اكيد. شكرا كثير لك استاذ منتصر، وشكرا على المبادره المهمه لاطفال ذوي الهمم. قد ايه مهم نحن فعلا ندمجهم اكثر بالمجتمع، لانه صحيح عندهم نقص ببعض المواضيع، لكن ايضا هن اطفال موهوبين عندهم نشاطات كثير عديده. بدنا نشكرك، شكرا لك.